لماذا تطول الثورة أيها الإخوة والأخوات؟ لكي يميز الله الخبيث من الطيب. كلنا نحب البعث، نحب الرئيس، نحب الوطن، نحب البلد، نقول الرئيس مقدس، نحط سيادة الرئيس مقدس. من الفم السياسي الحاكم في سوريا، لأننا نحكم ليس بنظام، نحن نحكم بمنظمة. يعني هو تمخض الجمل فولد فأرا. أولا نحن لسنا يعني جزء من الائتلاف، نحن عبارة عن أشخاص نحاول أن يعني نفضح هذه المداولات. بات السيد أردوغان لا يتصرف في سوريا إلا بخارطة الطريق التي يضعها له السيد فلاديمير بوتين. وأن تجتمع المعارضة على هيئة حكم انتقالي تبتعد فيها عن التفاصيل، سواء مع بقاء الرئيس الأسد أو وجود الرئيس الأسد. كنا نذكر دائما بضرورة الانفتاح على الروس وبضرورة الحديث معهم. يا سيد الفاضل أحمد حسون لا مشكلة معه أن يتواصل حتى مع صحفي لدعوت أحرنوت في فرنسا من أجل أن يقدم نفسه للشارع الإسرائيلي وللشارع العالمي على أنه رجل يحاور الأديان ويحب الأديان ويجمع على الأديان.